دلوقتي هنعمل الوصفه الثانيه البينكيك بالقرع الاصل. فانتوا فاكرين احنا كنا سلقنا القرع الاصل وانا دربته عملت منه بيريه وهو دلوقتي سخن عندي فعايزين نبرده شويه. هنبتدي احنا نعمل الاجين. هناخد بيضه واحده وهنكسرها اهي، هناخد دلوقتي الكوب من اللبن تقريبا ممكن اقل شويه، لو هنحتاج اكتر ممكن نزود، وهنضرب الحاجات على بعضها. هناخد كمان مع بعض تقريبا مثلا 3-4 معالق من السكر، زودت شويه حسب الرغبه، لو عايزين تعملوا اكتر مفيش مشكله. عندي كمان هنا مكونات ثانيه، عندي بيكنج باودر هنحتاج مثلا معلقه، عندي جوز الطيب فهنزود شويه جوز الطيب، ما تكتروش في جوز الطيب عشان هو طعمه شديد، وكمان عندي هنا الجنزبيل ناشف برضو خدوا بالكم حسب الرغبه، يعني انا بحب اكتر بس لو عايزين اقل مفيش مشكله. عندي كمان القرفه، كمان يعني انا بحط الحاجات زي ما انا عايزه، لو عايزين تغيروا في الكميه ما فيهاش اي مشكله. وكمان هندخل تقريبا كوب وربع من الدقيق، العجينه كده تقلت عندي ودي حاجه كويسه عشان خاطر احنا هنزود دلوقتي القرع الاصل فهي هتفك، ولو لسه عجينه ناشفه معانا هنزود اللبن. هنسخن، هنبتدي نسخن الطاسه. هنستخدم احنا اولا في الطاسه شويه زيت زيتون، وكمان هندخل في الوصفه ذات نفسها بتاع مثلا معلقتين كبيره من زيت زيتون. تمام، هناخد دلوقتي القرع، هنبتدي ندخله جوه، على طول العجينة بقيت مش تقيلة. فده كده تمام. كده احنا جهزنا العجينه بتاعتنا، طلعت لونها جميل جدا، لونها برتقاني شويه، والزيت تقريبا عندي سخن، فهنبتدي احنا نعمل البنكيك. وهنبص بس صغيره على البيض، هو تقريبا خلصان عندي، فضل حاجه بسيطه فانا اسيبه في الفرن عشان نطلعه مع البنكيك اهي. زي ما احنا قلنا السكر حسب الرغبه، لو عايزين تعملوا السكر زياده شويه ما فيهاش اي مشكله، يعني وزي ما انتم شايفين احنا مثلا انا لما بعمل بنكيك في البيت بستخدم الزيت عادي، لكن في الوصفه دي بنستخدم زيت زيتون. اوكي، يعني اهي تقريبا حجم كده، لو عايزين الحجم مختلف شويه مفيش اي مشكله.
فالبين كيك ده زي ما احنا قلنا ده جاي من امريكا. فبرضو اعد نفسي تاني، انا حطيت في الوصفه القرفه وكمان الجنزبيل ناشف والجوز التيب. فكل الحاجات دي دايما بتدي طعم لطيف مع العرق العسل. فمثلا في امريكا او في اوروبا كمان بيستخدموا عرق عسل كتير، مثلا بيعملوا بامكن باي ماشي، فبيستخدموا نفس التوابل في الوصفات. فالوصفه دي برضو زي ما احنا قلنا بتحتاج التوابل زي ما احنا بنستخدم على الأسل. اهي عندي البين كيك ابتدى يبقى كويس، بس هندخل تحتيه شويه الزيت عشان يبقى كويس. يعني زي ما انتم شايفين في البلاليل كده هو طلعوا من البين كيك. ليه؟ عشان احنا حطينا في البين كيك البيكنج باودر. على فكره يعني انتوا ممكن تعملوا حاجه تانية، مثلا ما تستخدموش اللبن، تستخدموا لبن رايب، وساعتها تحطوا البيكنج صودا برضو هتعمل نفس الحاجه. يعني حتى البين كيك هيبقى هتنفش معانا كويس جدا. الله شكله جميل جدا. فاحنا هنعمل كام واحده مع بعض عشان يبقى انتوا تشوفوا ان البين كيك تبقى عامل ازاي. يعني دايما مع الوصفه دي زي مثلا لو تفتكروا احنا عملنا مع بعض البين كيك امريكاني تخين كده اهوت ومكبب، فانا جنبه كنا ممكن نحط العسل او المربى، لكن في الوصفه دي يستحسن نستخدم العسل، عسل ابيض، عشان هو بيمشي كويس جدا مع العرق. لكن المربى يعني برضو حسب الرغبه، يعني لو مثلا في ناس بيحبوا المربى اكتر ما فيهاش اي مشكله. فهنعمل كمان كام واحده. يعني بصراحه انا دايما بفكر احنا عايشين في مصر، في مثلا خضار وفاكهه مش معقولين جميل قوي. يعني في روسيا مثلا عندنا التلتين من السنه عندنا الشتاء، والخضار والفاكهه بييجوا من بره. فهنا كل حاجات طازه، يعني مثلا الفراوله، فراوله بتيجي 3 مرات في السنه، يعني مش ممكن، حاجه جميله قوي. فبرضو مثلا لما بتيجي الموسم بتاع اي حاجه مثلا زي العرق العسل، انا بعمل العرق العسل الكيكه وبعمل البين كيك وبعمل الشوربه، يعني مش عارفه بدخلها في حاجات كتيره جدا. وما ننساش برضو العرق العسل في الفرن، يعني دي برضو حاجه اتعلمتها هنا. يعني في الستات المصريين بيعملوا العرق العسل بالمكسرات، يعني شابو، يعني بصراحه انا مش عارف اعمل احسن من كده. اهي برضو هنسلك البين كيك بتاعتنا، هندخل تحتيه شويه الزيت عشان يبقى يتأمل كويس من تحت. فزي ما انتم شايفين الوصفه سهله جدا، يعني احنا اخذنا مثلا 10 دقائق واحنا بنوصله القرع الاسل. والبين كيك برده ما بياخدش وقت كتيره، تقريبا هو من ناحيه واحده يتحمر، الناحيه الثانيه